جزء متعلق بمعافسة الواقع اليومي. معافسة الواقع اليومي أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة ينبغي أن نضع أيدينا عليها، ومن السهل أن نتعامل معها، لكن من الخطورة أن نتغافلها. إشكالية من السهل جدا إذا قررنا أن نتعامل معها، ومن الخطورة الجم أن نتجاهلها، وهي إشكالية فقد الثقة. نعم. فيما بين الناس بعضها البعض، ما في ثقة في أي حد، كل طرف إلى درجة تجاوزت فرقاء السياسة والطائفة إلى حد الجار مع الجار، لا على اعتبار الخلفيات السياسية، مش لأن هذا مع هؤلاء، لا، أصبحت حالة شك تعيشها الناس، جاري يقصد إيش، لا ويهب فيه ويتضارب، لا هذا الولد إيش كان يقصد، لا يكون يتكلم مع بنتي، هذا انهيار الثقة، هذا خطر. رجوعها ليس بصعب، لكن قرار أوله طلب التفهم، يعني حاول أن تفهمني وأحاول أن أفهمك قبل أن أحاول أن أفهمك. نعم. لهذا لما كنت أقول قبل الفاصل أن بحاجة إلى دور للعلماء وللنخب وللإعلاميين والأطباء النفسيين، ليس معنى هذا دور من فوق يملي على الناس شيء، لا، دور مشترك مع الشباب في أن نفهمهم ويفهموننا، يفهم بعضهم البعض، دعونا نرفع شعار فلنفهم، فلأفهم ما عندك قبل أن أحاول أن أفهمك ما عندي، لأن إن لم أفهم ما عندك لا يمكن أن يكون لدي مدخل تجاهك لأتعامل معك. يعني هذه الزيارة الله أكرمني جلست مع شرائح من الشباب، شرائح متنوعة من الشباب في مصر، هؤلاء طلبوا هؤلاء طلبوا، جلسنا جلسات رائقة أسئلة وأجوبة، وجدت من الشباب من يعيش نظرة المظلومية إلى الحد الذي بشكل واضح يقول فلتسقط الدولة، حماية الدولة مسؤولية الدولة. طيب بس بمناسبة، لو سقطت الدولة لم تسقط على رأس الحكام، نعم، لو سقطت الدولة على رأسك ورأسهم ورأس الجميع، لو سقطت الدولة إن شاء الله لن يحصل، المثل السوري ماثل أمام الناس والليبي ماثل أمام الناس، لكن شعرت أن لديه جرح من وراء هذا الكلام. نعم. بمجرد أن حاولت يعني مس هذا الجرح، أن أفهم، وحاولت أرجو أن أكون صادقا في المحاولة، أن أفهمه بجد لا أن أملي عليه فهما ليأخذه مني، فلما أنصت إليه وحاولت أن أفهم وجدت من وراء الأكمة جرح، وراء النبرة هذا جرح، هذا الجرح إذا لم نتنبه إلى 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 أولا احترام الألم الذي لديه. نعم. أعيد، أنا عارف أطلت لكن هذه جزئية أستحسن حق، ينبغي أن نحترم ألم المتألم الذي لا يفقه كيف يحترم ألم الذي أمامه، لا يمكن أن يعالج حتى انحراف الذي أمامه أو ضلال الذي أمامه، فنحن بحاجة إلى محاولة فهم بعضنا البعض، احترام الألم، البناء على هذا الفهم للمناقشة الواضحة. أنا ما أتكلم هنا عن أجهزة الدولة، نعم، الجيش والشرطة أسأل الله أن يوفقهم وأن ينصرهم على من يحمل السلاح ويفجر ويقتل، هذه مسألة محسومة ما دامت أمام الذي يحمل السلاح، الكلام هنا عن واجبنا. نعم. نعم. لأن ليست لن تنتهي المسألة بالمواجهة المسلحة قط، وهذا في التاريخ لا يحصل، فهذه التفاهم، محاولة إعادة الثقة، النزول من مصطبة أنا فوقك وأنا سأفهمك، عدم محاولة استغفال فكرة أنت ما أنتش فاهم. أيوة. أنت لو فهمت أنت مش فاهم تماما. أيضا عدم التعامل مع الآخرين بالاستغفال، يعني احترام عقول الناس، لا أتكلم مع الذي أمامي وكأنه طفل وطبطب عليه وحاول يعني ولاطفه وأعطيه قطعة حلوة لأسحبه معي، لا، الذي أمامك صاحب عقل، هب أن عقله فيه خطأ، لكن احترم أولا أنه صاحب عقل، ما دام لم يحمل السلاح لابد أن يشعر باحترامك لألمه، احترامك لعقله، يشعر أنك حاولت بصدق أن تفهمه، أنك جاد ومستعد أن تدفع ثمن من الصبر والجهد والوقت من نفس، تبذل وقتك لتبني جسور من الثقة. نحن بحاجة أن نضع هذه أولوية. نعم. أختم كما بدأت بالذكر، الدعاء للحاح على الله. يا إخوان، نحن بحاجة أن ينظر الله إلى بلداننا هذا فيرى فيها أعين في الليل تدمع وتقول يا رب ارفع عنا. إذا كثر هؤلاء، يعني من أعظم المصائب كما قال أحد الصالحين في زماننا من أشياخنا، من أعظم المصائب التي نزلت بالناس قلة أعداد الذين يضجون إلى الله في جوف الليل يسألونه رفع البلاء.